اللي دخلت البرتون ما كنتش عارف شنو على شنو قادم، اما حسيتها سهله من الاول ومن بعد صعبت خاطر عندي باك جراوند قبل. اما كمان كيف العباد من بعد بريود وليت كيف كاي انسان ما بين ستريس وقرايه وكل، ومن طون تعدوا 3 شهور في البرتون وليت تخدم معاهم، ومن طون از تيتشر اسيستنت اللي هي ولات لي خدمه وقرايه، والبرتون ديجا تستحق كمام. عديت عامين غادي حسيتهم خرجت بحاجه جديده، خرجت بعبد جديد، حسيت روحي تبدلت في برش حاجات كوتي تكنيك ولا بيرسونيل ولا الحكايات الكل. تعلمت برش حكايات بروفيسيونيل خاطر بعد زاد وليت معاهم از فول تايم جوب از جونيور سوفت وير انجينير. تو عندي نخدم معاهم ونقرا ومام طون عندي عام وكملت العامين وحاجه فرحان على الاخر باللي وصلت عملته في عامين. معناها تبدلت احمد قبل عامين واحمد بعد عامين. الاشي اللي وصلت عملتهم في عامين تصنع دي زابليكاسيون من نهار اللي ما كنتش حتى لابيليتي انك تقدر تعملها. من الجو من الابليكاسيون تاع سيرونس البليزير ابليكاسيون. معناها حاجه مزيانه وتو هنا كملها والحمد لله يا ربي. برشا تعب اما تستحق.